بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنتعرف على موضوع 2 dimensional ray أو المصفوفة الثنائية البعد. إحنا عرفنا المصفوفات النيوميريكال والأسوشياتيف. الآن 2 دي إيش معناها؟ باختصار 2 دي إنك تحط إيش؟ تحط للمصفوفة. طبعاً إحنا على أساس نذكر إنه مثلاً لو أبغى أعرف مصفوفة أول كنت أقول مثلاً ثلاثة وأحط الثلاث عناصر. الآن أنت ممكن تعرف المصفوفة بشكل مباشر، يعني تقول عنصر صفر يساوي مثلاً ثلاثة، عنصر واحد يساوي ويلكم، يعني بالطريقة هذه تقدر تعرفها بشكل مباشر. الآن المصفوفة ثنائية البعد إنك تحط تو إندكس، مثلا أقول له أربعة وحط قيمة، أقول مثلا فور دبليو. الآن لاحظ معنى تو دي يعني استخدمت تو إندكس. الآن لاحظ مديني أقول له var وحط الاندكس 0 وكرره بس غير الاندكس اللي بعده واحد مثلا ساوي www.abdallah.net. ومعنى 2D انك تستخدم 2 index. لاحظ الاندكس هذا تكرر هنا، هذا الاندكس تكرر هنا لكنه اختلف هنا. معناته انت تقول له في المصفوفة صفر العنصر رقم 4 حط القيمة هذه في المصفوفة صفر. الآن مثلا أقول له var في المصفوفة رقم 1 العنصر مثلا 3 أو العنصر 1، خليني أوريك العنصر 1 حط مثلا 34. الآن لاحظ هذه مصفوفة رقمها صفر فيها قيمتين 4 عنصرين 4 و 1 وهذه قيمة، هذه مصفوفة جديدة تعتبر اللي هي المصفوفة 1، العنصر واحد في القيمة 34. هذا معنى 2D أو 2 dimension. الآن خلينا نطبع، لو نبغى نطبع نقول له مثلا var 0 1. لاحظ الآن إيش اللي يصير. الآن خلينا نروح على المستعرض نسوي refresh. لاحظ الآن ارجع طبع عنوان الموقع 0 1 اللي هي العنوان حق الموقع. طبعا هذا يسموه عدد الصفوف عدد الأعمدة، عدد الصفوف هذا وهذا عدد الأعمدة. طبعا الآن كم المصفوفة هذه صف واحد الصف صفر في له كم عمود؟ في له عمودين 4 و1 وهذه قيمها. طبعا تقدر أنت تسوي خليط، مثلا أقدر أسوي بالأسوشياتيف، ممكن أكتب كذا var وأكتب w و welcome وأحط فيها القيمة مثلا xyz. الآن لاحظ لو أنا جيت طلبت بطباعة هذه، شوف أنا لاحظ نصية صارت W Welcome. لاحظ إيش اللي يصير الآن، خلينا نطبع سير فريش. الآن طبع لك XYZ. الآن المصفوفة صارت خليط من الأرقام ومن إيش، من الأرقام ومن النصوص. هذا برضو ينطبق على المصفوفة أحادية البعد. فأنا مديني مثلا في المصفوفة مثلا أعرف مصفوفة أسميها A، أقول 1 يساوي 10. أقدر كمان أقول A مثلا RBY مثلا ناقص يساوي True. فصارت المصفوفات في PHP تقدر تخليها خليط بين أرقام نفس اسم المصفوفة، أرقام ممكن تكون Index وAssociative، يعني خليط من الاثنين نفس المصفوفة. وهذا معنى 2 Dimension Array، وإن شاء الله أن الفكرة تكون اتضحت. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.